إذن أهم ما جاء في الصحف الوطنية نستهله بيومية الشروق اللي فتحت صفحتها الأولى بمواضيع متعددة. احذروا نقود مزورة تتداول في أسواق المواشي تمس بالدرجة الأولى فئة 2000 دينار جزائري، يعني الورقة الخضراء تاع 200 ألف كما نسموها بالعامية. ونقرأ في روبورتاج الشروق في زيارة للمحطة البرية بخروبة فرار جماعي من العاصمة وثلاثون ألف مسافر يصطفون يوميا للظفر بتذكرة الذهاب، بينما فيدرالية المواشي يعني تقول اليوم راح تنزل أسعار المواشي. بالعودة إلى تفاصيل اللي جات في جريدة الشروق لنهار اليوم، في أول مقال نقرأه عبد السلام سكية يكتب: هذه حصص الولايات من 203 ألف سكن اجتماعي و33 ألف وحدة سكنية في عدن معطلة في العاصمة بسبب العقار. إذا نقلا عن موقع كل شيء عن الجزائر، فصلت الشروق في الولايات اللي استفادت من كوطة السكن الاجتماعي اللي راح توزع يوم بعد غد، يعني يوم 20 أوت يوم عرفة إن شاء الله، تزامنا مع ذكرى هجمات 20 أوت وأيضا مؤتمر الصومعة. في مقال آخر نوارة بشوش تكتب لنهار اليوم: احذروا نقود مزورة تتداول في أسواق المواشي وتمس بالدرجة الأولى فئة 2000 دينار جزائري. الخبير السري يقول: التعامل بالسيولة المالية وراء تفاقم الظاهرة ومصالح الشرطة والدرك تطيح ب 83 شبكة مختصة في تزوير العملة. إذا مصالح الشرطة والدرك وجهت تحذيرات للمواطنين، خصوصا اللي راهم يتوجهوا هذه الأيام إلى أسواق المشية بأخذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بتزوير أو تداول الأوراق النقدية المزورة. نبقى دائما مع الشروق اليومي وأجواء العيد. إذا هذه المرة إلى روبورتاج الشروق: فرار جماعي من العاصمة. الشروق تدخل المحطة البرية لخروبة وتقف على التدفق الكبير للمسافرين، تدافع على سيارات الأجرة رغم تفضيل الحافلات، وثلاثون ألف مسافر يصطفون يوميا للظفر بتذكرة الذهاب، وموظفون يعودون إلى ولاياتهم لقضاء العيد مع الأهل. إذا نادية سليماني قامت بجولة في محطة الخروبة وقالت أن المواطنين دائما أو المسافرون يبحثون عن حافلات التكييف أو الحافلات اللي فيهم كليماتيزاسيون. يلا من محطة الخروبة والأجواء اللي هيتعيشها حيكون في حديث أكبر مع مدير مؤسسة المدير العام لمجمع سوغرال المسير لمحطات النقل المسافرين، راح يكون حاضر ضيف معنا لنهار اليوم. إيمان كيموش تكتب: أسعار الكباش ستنهار بداية من اليوم. ونائب رئيس فيدرالية الموالين ومربي المواشي يؤكد لي الشروق وعزوف واسع عن اقتناء الأضحية بسبب تزامنها مع الدخول الاجتماعي. وأوضح عمراني أن رؤوس المشية المعروضة في السوق اليوم هي بيد السماسرة والوسطاء. في موضوع آخر متعلق بقطاع التربية، مشاهدينا بعد تداول معلومات بخصوص السماح للأطفال اللي في عمرهم 5 سنوات بالدخول إلى المدرسة، وزارة التربية تنفي السماح بتمدرس الأطفال في سن 5، وأكدت أن ترخيص ساري المفعول شرط توفر المقاعد، والسلطة التقديرية تعود لمدير المدرسة بناء على المقاعد البيداغوجية، والأساتذة الجدد ملزمون بالتوقيع على محضر التنصيب لتفادي أزمة أساتذة. إذا هذا وش كتبت نشيدة قوادري لنهار اليوم. نختم جولتنا في الشروق مشاهدينا بالرياضة، وياسين إبراهيمي مهدد أو الاتحاد البرتغالي يستعد باش يعاقبه بثلاث مباريات والتحقيق في واقعة خنقه لأحد لاعبي نادي تشافيز في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي السوبر البرتغالي. وإبراهيمي احتجاجا على الخشونة اللي تعرض لها ناض وخنق لاعب في ربما في حادثة اللي أثارت الكثير من التساؤلات، خصوصا المعروف أنه إبراهيمي يعني إنسان عاقل وترونكيل
يعني ماشي من نوع اللاعبين اللي يمتازوا دائما بالخشونة. من يومية الشروق مشاهدينا إلى الخبر، الخبر اللي فتحت صفحتها الأولى بعنوان بالأحمر: الفساد يلطخ دوائر السلطة، شخصيات سياسية تقع في المحظور. الويديانة النائمة: خطر يهدد أغلب مدن الجنوب، وأموال الخدمات الاجتماعية تثير فتنة بين الأطباء المقيمين. بينما في قطاع التربية: 7 شروط لتسجيل مواليد 2013 و2014 في الابتدائي والتحضيري. إذن هذا أهم ما جاء في الخبر لنهار اليوم. من الخبر نعود نولو إلى يومية الحوار. الجمعيات الخيرية تنهك، نقراه في ستريمر. وفي أول تصريح له براف يقول: هكذا سنتصرف في قضية لاعبات الكاراتي المعتزلات. وبالأصفر: أين حج الكرامة يا محمد عيسى؟ أمام صور فيديوهات وتقارير تكشف واقعا مزريا للحجاج. إذا وزير الشؤون الدينية اللي في كل مرة كان يتحدث عن حج الكرامة، لكن الواقع أبان غير ذلك حسب يومية الحوار. من الحوار مشاهدينا إلى أخبار اليوم اللي عنونت هذه إجراءات الشرطة بمناسبة يلا البلاد، أول يلا معلش نروح نعمل البلاد. إذا البلاد تحدثت عن إنهاء رئيس الجمهورية لمهام لواءين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، ويتعلق الأمر باللواء شنتوف، بالإضافة إلى مسؤول آخر حسب ما جاء في الصفحة الأولى من يومية البلاد لنهار اليوم. من البلاد نروح إلى أخبار اليوم. أخبار اليوم اللي قالت هذه إجراءات الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وجامع الجزائر: اللمسات الأخيرة ووزير السكن لن نقبل بأي مبررات لتأخر المشروع. إذا هذه أبرز العناوين اللي كانت في الصفحة الأولى لأخبار. من الصحف الوطنية مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى الصحف الدولية ويومية العربية الجديدة الصادرة بلندن، اللي هي أيضا فتحت صفحتها الأولى باليمن: احتيال على طريق الحج. إذا الاحتيال على الحجاج ما راهوش في الجزائر فقط وفي ولاية ميلا، وإنما أيضا في اليمن أين تنشط في موسم الحج وكالات وهمية تعمل على الاحتيال على اليمنيين عبر إيهامهم بامتلاكها تأشيرات مجاملة أو تأشيرات حج مجاملة. ونقرأ أيضا: سباق إيراني أمريكي في العراق، والعديد من الأخبار الأخرى في الصفحة الأولى للعربية الجديد. من العربية الجديد إلى القدس العربية الصادرة هي الأخرى بلندن: تونس: مشروع المساواة بالميراث يثير انقسامات داخل الأحزاب، والبرلمان يستعد لجلسة صاخبة حوله، واتفاق مبدئي روسي أمريكي على سحب إيران قواتها في سوريا، ورفض منح الجنسية الإسبانية لمغربية لقولها إن مدينة سبتة تنتمي إلى المغرب. اليوم القدس العربي سلطت الضوء على الجزائر وعنونت: الجزائر جدل بشأن ترخيص قانون الصحة الجديد للإجهاض. العربي أو القدس العربي عادت إلى الجريدة الرسمية التي تحدثت حول أو التي جاء فيها قانون الصحة الجديد، علما أن القانون الجديد يرخص الإجهاض على مستوى المستشفيات لكن بقيود، مع شروط تفصيلية تتضمنها النصوص التطبيقية للقانون التي سيكشف عنها لاحقا. وقالت العربية القدس العربي أن الموضوع الإجهاض من الملفات الحساسة والمثيرة في المجتمع، والعديد من العيادات كانت وما تزال تمارس الإجهاض سرا. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا في أخبار الصحف والصحف لنهار اليوم. نتابع أهم الرسوم الكاريكاتورية وبعدها